تزامنا مع نهاية السنة الميلادية، تم افتتاح الطابعة 12 للصالون الوطني لمشتقات التمور والهدايا التذكارية بدار الصناعة التقليدية بسكرة، بمشاركة 130 حرفي وحرفية من أصل 25 ولاية. كل سنة غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية بسكرة تنظم طبعة 12 للصالون الوطني لمشتقات النخيل والهدايا التذكارية الذي يتزامن مع تنشيط موسم السياحة الصحراوية، أين يكون كل العائلات أو تكون كل العائلات في عطلة مدرسية، وكذلك يتزامن مع نهاية السنة أين ينظم هذا الصالون الوطني لمشتقات النخيل والهدايا التذكارية من 23 من شهر ديسمبر إلى غاية 6 من شهر جانفي 2024، أين يشهد توافد أكثر من 130 حرفي وحرفية من 25 ولاية، جاءونا بمختلف المنتجات المتمثلة في مشتقات من النخيل وكذلك منتجات من التمور والهدايا التذكارية، كلها هي لأجل تعريف وترويج لمنتجات الصناعة التقليدية وتوفير فضاء للتسوق لصالح العائلات، لصالح السياحة الداخلية، السياحة الأجنبية، كذلك إعطاء فضاء للحرفيين من أجل الاحتكاك فيما بينهم وتبادل الخبرات وبعث التنافسية فيما بينهم، كذلك هو فرصة لكل الزوار خاصة خريجي الجامعة، خريجي التكوين المهني، كذلك الشباب البطل، المرأة الماكثة في البيت من أجل الحصول ولا الخروج بفكرة مشروع من هذا الصالون، حيث يجدون مختلف يعني المشاريع المفتوحة اللي هي تشكل مؤسسات مصغرة، فهي فرصة لأجل المقاولاتية، لأجل بعث روح المقاولاتية في المجتمع من خلال يعني الزيارات التي يقومون بها هنا إلى هذا الصالون، فندعو من هنا كل العائلات الجزائرية إلى أصحاب اصطحاب أبنائها من أجل تعريفهم بهذه المؤسسات المصغرة من أجل الولوج إلى عالم المقاولاتية من بوابة الحرف. الهدف من افتتاح الصالون التعريف بالسياحة الصحراوية والحموية للولاية وجذب واستقطاب الزوار من كل الولايات وحتى من خارج الوطن بغية الترويج للسياحة الوطنية.